قناة شباب إثني، والسلام عليكم. خرج اللاعب الجزائري من الأصول المغربية بتصريح فاجأ به الجميع خاصة المغاربة، وقال إسماعيل بن ناصر: أبي مغربي وأمي جزائرية، وإذا توجت باللقب سأهديه للشعب المغربي وسأزور أهل أبي في مدينة تازة. وأضاف: اخترت اللاعب للمنتخب الجزائري الأول على اللاعب للمنتخب الأولمبي المغربي، وهو خيار رياضي. هذا ويعتبر صاحب 22 عاما من بين أفضل اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.